والمعرض الكتاب تحديدا، واللي تم افتتاحه للجمهور يوم الخميس اللي فات، وحضر في اول يوم عدد كبير جدا وصلوا ل 91,000 قارئ استقبلهم المعرض. كمان كان في لقاء فكري مع صبري فواز، واللي اتكلم فيه عن رايه في فيلم اصحاب والاعز، وكمان اتكلم عن بداياته وكيفيه اختياره لادواره. يعني انبسطت ان انا معاكم، متشرف اني في وسط الناس هنا، وعجبتني الاسئله على الاقل، يعني فتحت لنا ابواب نتكلم في حاجات مهمه، واشكر الناس، وانا استفدت جدا من الاراء النهارده. احنا عندنا سوشيال ميديا وعندنا جوجل وعندنا كل الحاجات دي جميله وكل حاجه، ودي روافد كويسه وما كانتش موجوده زمان. كنا بروح المكتبه ندور لما يطلع عنا عشان نلاقي كتاب. دلوقتي الحمد لله ربنا مدينا ومدي للشباب فرص كتيره للاطلاع، بس ده عمره ما يغني عن فكره انك تقرا كتاب بالليل وانت قاعد او بالنهار، في النهايه في حاله صمت وبتقرا كتاب، ده موضوع هيفرق معاك جدا في حياتك وفي وجهه نظرك في الدنيا. مساله مش بس بتتفرج على حاجه، لازم انت تقرا من الكتاب نفسه. مهما كان في روافد للمعرفه، هيفضل الكتاب هو اهم مصدر واهم حاله تعرف تكون منها وجهه نظر ومعرفه. انا عندي عروض مسرح كده بقراها، واول ما اختار نص منهم هنقول عليه، بس لسه ما اخترتش. يعني ما تفرقش، يعني انا اتمنى يبقى في مسرح الدوله عشان كل الجمهور يعرف يخش. الفن والله العظيم ارق بكتير من المسؤوليات اللي الناس عايزه تحملها له. الفن أضعف وأرق بكتير من الموضوع ده. الفن مش هيعلم، المدارس اللي بتعلم. الفن مش هيربي، البيوت هي اللي بتربي.